السلام عليكم. في هذا الفيديو راح ننفذ موضوع الكومنت، شلون اخلي كومنت على باراجراف معين او تاج معين. مثل هذا الباراجراف ارجع اضع عليه كومنت، فقط المطور الخاص بلغه ال HTML يقراها، يعني ما راح يظهر لي المستخدم. فالمفروض بهذا الشكل بالعلامة التعجب مرتين، راح اقول له مثلا ذا باراجراف، ذا باراجراف is مثلا private. اذا انا خليت تعليق على هذا الكود، لو اجي اسوي له رفرش هنا ما راح يظهر لي شيء، تمام؟ لان هذا الكود ما راح يتنفذ. طيب اذا اريد اعلق اكثر من سطر بنفس اللحظة، فانا ممكن استخدم نفس الشكل، لكن لو اجي هنا انزل اكثر من مرة، واقدر هنا اكتب، ناخذ مجموعة من هذه الأسطر، اكتب هنا أي سطر أريده، راح يكون عندي ككومنت. لو أجي أنفذ ما راح يتنفذ عندي أي شيء، حتى لو أسوي له سيف، وتلقائيا أوتو سيف أنا أفعله، سيف، أرفرش، إنه ما راح يتغير شيء داخل الصفحة. هاي كيفية وضع كومنت داخل لغة الـ HTML، سواء بلاين واحد أو بأكثر من لاين، اللي هي مالتي لاين.